معلش يا حبايبي، الفيديو قطع قطع مني، فصل مني. واد الكب كيك اللي احنا عملناه اهو، شايفين ازاي حلو جميل اهو، زي الاسفنج. هنجيب خلي نفتحه كده بيها عشان هنسقيه شربات، عشان يخش الشربات جوا الكب كيك. هندور عليهم كلهم ونسقم شربة. وادي الشربات يا حبايبي، وبالواحدة والواحدة نسقي الكب كيك كده اهو. عليهم كلهم كده زي كده وارجع لكم. ادينا رشينا المية بسكر على اللي هي عقدي، كوباية سكر على كوباية مية، وعصرة ليموني لانهم غلوا على النار، شربات خفيف. ورشينا كده معلقة معلقة على كل واحدة، ونرش عليها فرماسون كده للتزيين اهو. يعني زي العسل. بالهنا والشفا عليكم، واللي هيجربه اكيد يعني مش هيبطل يعمله، يعني حاجة زي العسل. واسفنجي من جوا هش خفيف خالص. نحطه كده هنا في طبق التقديم. نحطه وده يا حبايبي، نفتح واحدة كده هيوريها لكم اهي. بره ومن جوا اهي اهي، حاجة يعني جميلة 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 اهو. اهي اهي اهي، يلا بينها لو الشفي.